صباح الخير جاد. صباح النور. كيفك اليوم؟ رواء. انت؟ تشيكن تيكا؟ صح. الروسات التيكا هي هنديه. هلا كلمه تيكا بتعني شقف بيسز. ليش؟ لانه دائما بياخذوا الدجاج، هي الروسات الاصليه الدجاج، وبقطعوه شقف وبينقعوه. هلا هي الباز بهذه مثل الشاورما عندنا، مثل الطاووق، تقطيعه الطاووق اكثر. هلا هي الباز تبع هالروسات هي النقعه، اللي هي الباز تبع لبن. بكون فيها بابر، هلا بنشوف شو هن، بكون فيها شويه جينجر، بكون فيها حبه ثوم، بكون فيها عصير حامض، بكون فيها كزبره. دائما المارينيشن بس نستعمل اللبن اذا بدك، لانه فيها اسيد عالي اللبن بتعب البرودوي، يعني بصير كثير طري بيطرى. رح نعمل حدا، مش رح نعمل، رح ندوقها مع المانجو تشاتني. مانجو تشاتني، تشاتني هي كمان روسات هنديه، الباز تبعها فواكه، خل، شويه زبيب، شويه جينجر، شويه بصل، ثوم، وبتنعمل تنغلى كلها مع بعضها. اذا بدك طريقه طبخها، انا بشتريها خالصه. مزبوط. هلا هي اهين تنشارها، بس هي طريقه طبخها مثل طريقه طبخ المربى، بتسقط كلها مع بعضها، تنترك تغلي. واساس الفواكه تكون مستويه ونسبه السكر فيها عاليه لحتى تطلع هيدا التكستور اللي عندنا. هلا كزبره. مزبوط. هول اغراض النقعه. خلينا نبلش بالنقعه، نرجع بنقطع الدجاج، بنشوف كيف رح نقطعه وكيف رح ننقعه. هلا انا نقعه قبل اكيد، لان مينيموم دجاج بده دائما ب 12 ساعه وطلوع نقعه حتى نقدر ناخذ هالطعمه. شغله اساسيه انه في اوقات بننقع بنحط بالوراد 4-5 ايام، اللي هو شيء غلط. دائما الليميت تبع النقع هو يومين ثلاثه، لانه من بعد هاليومين ثلاثه بيرجع بيعمل دروب البرودوي، بيصير اذا بدك يتعب بفرفه الدجاج او اللحم. خلينا نبلش ديركت. هلا نحن عم نشتغل من دردش شوي، لكن لبن، شو بدنا نزيد له؟ بابريكا. بابريكا، كمون، كمون حر، هون مطحون، هي روسات حرة، بس نحن أكيد فينا ما بدنا نكتر الحار، فينا نقلل فينا. هون عنا عقدة صفرة، توميريك. توميريك. هلا هي اللون تبع الروسات بدها تطلع بين الأصفر والأحمر، يعني هون عنا حبة ثوم. هلا رح نحطهم شقف، لأن كله رح يرجع ينفرم على المكنة. رح ناخذ جينجر، شقفة الجينجر نفرمها هيك كيف ما كان، بس لحتى نساعد المكنة يعني ما تطول بقلبها. اوكي، عنا شو بعد ما حطينا؟ رح ناخذ كزبره هيك، الورق المش كثير حلو اذا بدك نتركه ليك للزينه مع الضلع كمان. شو اللي بعد ما حطيناه؟ بعد عنا عصير حامض. بتعمله بالجراف؟ مزبوط، احيي بالجارور انا حاططها. اوكي، عصير حامض. طلعها. يلا هلا رح نزيد زيت اخر شيء نحن وعم نطحن. دايما هلا ما بعرف اذا الناس عم تسمعنا من ورا صوت المكنه، هلا بنسكت شوي وبنرجع بنخبر. فينا نحكي عم بيقولوا لنا. اوكي، دايما برسنتج عم نحكي على حيلا نقعه دجاج او لحمه او سمك، هي البرسنتج 10% على النقعه على الدجاج. يعني اذا عندنا كيلو دجاج بنروح على 100 جرام نقعه، هي تكون قاعده اذا بدك عامه. شفت اللون؟ منه اصفر ومنه احمر. هون علقان لون التورميريك. مزبوط. واخذ شوي من البابريكا هاللون الاحمر. بدي عزمك تصير تنزلي لي شويه زيت، تقريبا شي فنجان قهوه يمكن. دائما الزيت بشده للنقعه. صح. بس عم نشوف التكستور تبعها. مبدئيا خلاص بتحمل شيء بسيط بعد. سوني بعد نحن ملح وبهار ما حطينا عليها، رح نزيد لها. يلا بكفي زيت. خلينا نروح على ملح وبهار. بس اذا بتبديها، لان اذا طجت خرب الدنيا. بروح الصوصات. اوكي، رشيت ملح ورشة بهار أسود طازة، وهيدي هي.
يلا بس اضربي ثواني. لكن هلا خلصت. خلينا نشيلها بس نحط صحن معه. خلي عمي عم يضحكنا المخرج. اوكي لكن هاي النقعة خلصت. هلا رح ناخذ هالدجاج. رح ناخذ الدجاج نقطعه نحطه بالصينية ننقعه نرجع نشتغل بالدجاجات اللي هلا نحن هلا بدنا ننقع الدجاج. نحن بالبيت أكيد. قبل بليلة لازم نحن صح صح. ايه افضل دائما الدجاج غير السمك غير اللحمة بده وقت أكثر. ننقعه ونحطه بالبراد. مظبوط. والتقطيع بكل بساطة بدها تكون هيك شقف. مثل بس ننقع طبوق عنا بنروح على هي التقطيعة. لكن حطينا لبن، بابريكا، كمون، حار احمر مزبوط، عقدة صفرا، تيرميريك، عقدة صفرا، زيت زيتون، زيت جنجر، زيت زيتون، وحطينا توم. حطينا حبة توم وشقفة جنجر، شوية كزبرة، ملح وبهار أكيد هولي بلا، وزيت زيتون، وزيت بقلبها. إذا بتلاحظي لونها هي هالروسات إذا بدك بتمتاز بهذا اللون. والباز تبعها دائما بدنا نعرف شغله انه هي الباز النقع لبن. اكيد يعني فينا اوقات بتعرفي عندنا نقدر نعمل شويه موديفيكيشن على كم ريسيبي بس بطبيعه الحال ما فينا ندق بالبرودوي الاساسي 100%. يعني فينا اذا بدي يكون يمكن نشيل الحر من قلبها بس ما فينا نشيل اللبن. هيدا اللي عم نحكي عنه. حطهم؟ يلا لا يمكن شوي كتار علي. حطي نصهم اخلطهم بايدي. شايفي شو حلوه طالعه؟ هيدي هي لون الموتارد. هيدي النقعة بقية النقعة منكبهم من أبداً. شو بنعمل منجلدها فيهم؟ منجلدها بس الأفضل إذا عملنا نقعة وبقي معنا هيك نقسمها على كمية اسمي. المرة الجاية بدنا ننقع يعني إذا بتنقع أوكي. معنا مرتين بنقسمها بالنص وبنفرزها أوكي. هيك ساعتها بنشيل من الفريزر أوكي. اللي بنشيلها بنستعملها. الكمية بدنا نستعملها. هاي النقعة خلصت. بنخلطهم بطريقة انه الكل الشقف ياخذوا هالنقعة. مثل ما كنتي عم تقولي. ليفت اوفر من النقعة هلا رح نحطها بالبراد ورح ناخذ الدجاج نحن كمان. اكيد. نحطه بالبراد منقوع. هون البوم الومات كمان رح نشتغل فيهم بالبرزنتيشن. هول الدجاجات اللي انا ناقعهم اذا بدك امبارح. هلا ديركت رح نبلش. ننقع بلش نشكهم. اوكي دغري رح نشكهم وندخلهم على الفرن. بضل عندنا رح نعمل هيك صوص صغير الباز تبعها لبن. فينا نعملها على الجريل كمان. فينا نعملها على الجريل اكيد. هلا نحن اليوم لانه مش متوفر عندنا المنقل. عندنا المنقل رح نشك. هلا انا نقيت هون بروشات صغير لنحط بالصحن اثنين بروشات. يعني بالنسبه للتقطيع مثل ما عم نشوف هي زيتها تقطيعة الطابوق ما بدها تكون صغيره دائما من شوي ميلي على كبيرتها حتى ما تنشف. نقدر نعمل عليها كنترول بالطبخ. يعني حلو اوقات انتبهي شغلي هلا روسات الاساس تبعها هندي بس بالنهايه هي دجاج منقوع. يعني نحن معودين على هالبرودوي بس مش معودين على هالطعمات. يعني مش عم نروح على ستيو على شغله صعبه بنفس الوقت بنكون عم نظهر شوي من البرودوي اللبناني تبعنا العادي. يعني فينا هيدي نروح فيها بنهار احد نعملها باربيكيو صح على المنقل. هيدي حدا فينا نعمل رز كمان. هيدي بيتاكل مع رز ابيض بسمتي. هلا اليوم رح نعمل الومات حدا نزيحهم شوي عن بعضهم دايما حتى بالفرن يلزقوا. مش قصة كمان بنفس الوقت يلزقوا عن بعض تا يمرق الهواء ويستووا من كل الميلات. كم شيش بعد عنا؟ ايه بزيادة. هلا ديركت رح ندخلها على الفرن ونشتغل بالصوص.
نرجع ونعمل برزنتيشن بايه اذا بدك بالبريك. يلا هيدا اخر بروشات. يلا هات لنا وحده اكبر. رزق مش معقول ما بتعمل. يلا خلينا نغسل. طيبين اي درجه بنحط بالفرن؟ الفرن بده يكون يعني مايل اكثر من الوسط. نحن هون حاطينه على 220، هو فرننا هون بيوصل ل 350، رح ندخله على 220. دائما بدنا حراره عاليه، تقريبا بدهم بين 3 وال 5 دقائق حسب. تمام، يطلعوا مسلوقين. مزبوط، دائما لازم نطبخ على حراره عاليه هيك امور لحتى ما تاخذ وقت وتبك الميطه بتصير تعلق وتصير قاسيه. خلينا نشيل كل شيء اشتغلنا فيه بال اذا اوفر كوكت كمان بتطلع قاسيه صح. يعني دائما بدنا نعمل اذا بدك البالانس بين الحراره وبين الوقت. طيب رح نعمل صوص. هلا الصوص هي الباستا تبعها لبن. يعني اذا بدك نشبهها شوي بالمطبخ تبعنا لحتى الناس يفهموا شوي عن شو عم نحكي. يعني رح تكون قريب الباستا تبعها من اللبن، ندخل اللبن امه او الكوسه باللبن. رح نعمل قليه ثوم كزبره، نطبخ اللبن معها مع شويه نشا، ورح نزيد هالبهارات اللي استعملناها للنقعه. يعني رح تطلع كمان لون الصوص بيشبه لون النقعه. خلينا ناخذ هون ثوم وقف الميله هيك تقدر تكون انا قريب. اوكي كمان ما كثير بدي ناعم، يعني كل ما نعمنا كل ما طعمة الثوم قويت أقوى. لكن زيت زيتون بنزيد فوقنا الثوم. نحط حبتين الثوم، رح ناخذ الكزبرة كمان، ناخذ الضلع كله مع الورقة. دائما بنفرم خشين بالطبخ رح يدبلوا هيك يعني، رح يدبلوا رح ينزل الفوليوم تبعهم يبقوا ميتهم. لكن هول التومات انا بهالوقت رح ذوب شويه نشا. هلا هون نحن النشا بدنا نحط بدنا نسقطه على اللبن. اوكي حتى اللبن يشد. هلا فينا هون اذا انا هون الناس بيحطوا بيض، بحطوا بيض زليل بيض فينا، بس نحن هون فينا نزيد كميه النشا ونستغني عن البيض، وفينا نروح على بيض. يعني مش انه هو البيض والنشا اذا بدك عم نستعمل برودوي لنقدر نشد بس شد. مش كرمال الطعمة، البيض صح. ما حيبين طعمته لا أبداً. والنشا ما حيبين طعمته، لكن نشا ديب. هيدا الثوم خففنا له شوي عطى نكهه صح. رح ناخد سقطنا هالكزبرات. هلا رح اطفي انا، ليش؟ ما بدي سقط والحراره تكون عاليه اللبن. رح احط اللبن، ارجع احط له النشا، احط البهارات وارجع اعليه لحرارتها شوي شوي. اوكي. اوكي. بحب هالريحه. يعني رح يطلع لون الصوص برجع بعيد من لون النقعة، لأنه رح نستعمل بابريكا، رح نستعمل نفس البرودكت اللي حطيناه هوني. هيدا اللبن عقدة صفرا واتسترا، ما رح نكتر كتير. رح ناخد فوة، رح نشيل هالملقة. هلأ ناخد النشا منسقطه هيك شوي شوي. رح ناخد مثل ما قلنا عقدة صفراء، البابر اللي استعملناهم هونيك رح نستعملهم بقلبها. كمان كمية الحر اوبشن اللي قديش عبالنا نقويها. شوية ملح، نكزة كمون. يلي ما بحب الكمون في ما يحط. مزبوط.
هلا بنعلي الحراره مش بسرعه هلا لانه نحن هون عندنا كميه كثير قليله، اذا بدنا نعلي الحراره دغري رح تغلي، ما رح تلحق هالطعمات كلها تفوت بقلب بعضها. فهلا بنعطيها شيء يمكن شي 5 دقائق على نار خفيفه. لكن مزبوط تنرجع نعيد شو حطينا جاد. هلا الصوص هون عملنا زيت زيتون، حبتين ثوم بالقديه علي معصناهم شوي قليناهم، رجعنا حطينا كزبره فوقهم، رجعنا زدنا اللبن. دائما اللبن بس بدنا نطبخه بنرجع بنقول بدنا ندخل له مواد لتشده، لانه بس تطلع حرارته بلا شيء بيفصل اذا بدك او بيطلع كثير رخو. هون زدنا نشا نحن دوبناه بالمي، زدناه عليها وزدنا البهارات اللي استعملناهم للنقع اللي هن التوميريك اللي هن الكمون اللي هن البابريكا، شويه حر هون برجع بقول شو عبي. وفينا ما نستعمل حر بس هي الروسات الاصليه حره. يلي بحب الحر في يزيد بالاخر ما في شك، في يزيد بصحنه. صح هيك الدجاج كيف بلش ياخذ لون يمكن بعد انجا يحمله دقيقه ونص او دقيقتين. شويه بهار اسود. نحن شو رح نعمل؟ رح نستعمل هالصحون للبرزنتيشن. هلا بعد شوي بنعبي الشطني بال كاسات، رح نحط البروشات على فوم الومات. اذا بتنقي كم ورقه كزبره هيك لنحطهم بالجاد كمان بالجود هيك بنكسر شوي هاللون الاصفر والابيض هيك كيف ما بدك. هيك كم ورقه اذا بدك لنكسر ال نعطي شويه لون للصحن. شو صار عندنا؟ بلشت هون تطلع حرارة الصوص، بلشت كلها تفوت بقلب بعضها الطعمات تبعها، حتى اللون بلش يتغير. بالمبدأ نص دقيقة رح نشيل الدجاج. لك شو حلوين طالعين حتى هلا على الشوي ستيفاني، بلش لونهم شوي يعبق اكثر، يعني كان شوي صح. فاتح هلا بلش يغمق شوي مره كمان. هات شطني عندنا اربعه، هات شو بدنا نعمل؟ بدنا نعبي 2 شطني. اوكي هلا رح نعبي 2 من الصوص اللي رح تطلع كمان رح نستعملهم بالبرزنتيشن. لكن هو الطيب بتشطني بهيك ريسيبي انه عندك سويت اند ساور، فيها طعمه الجينجر، فيها طعمه البصل اللي بقلبها، يعني منا مربى مربى تكسير المربى بس بتروح مع الاكل صح. وكثير طيبه هي نستعملها ستيفاني شي نهار بنعملها، فيها تكون سبريد بساندويتش مش ضروري بس تكون اذا بدك حد صحن، يعني فينا نستعملها بقلب باجيت بقلب هاي يلا خبزه مع دجاج مع اشياء شوي اكزوتيك بقلبها. بلكي شي نهار نعملها هالروسات، بنروح على اذا بدك سبريد مع كاري. انا بعمل دجاج مع كاري وبحط المانجو ستو ايه؟ وبحط مانجو تشاتني بالاكله بتعطيها هالسويتنس الطيبه، مش موجوده بالعسل. اوقات في منهم بيروحوا على عسل بقلبها بس هي اطيب من العسل. هيدي صح بتعطيكي لانه العسل في طعمه، اذا ما بحب الواحد ما بحب العسل بياخذ هالطعمه القويه صح. ولكن هون هون بتاخذي اذا بدك سويت اند ساور هونيك بالعسل عم تاخذي بس ال 3 هيك لا كانوا 2 صاروا 3 ما بيأثر. هلا بنحط صوص لبن وحده بنرجع بنزيد. اوكي هاي بخليها لهي الصوص هون. ليكي ليكي التكستور تبعها شو صار فيها كمان شدت دائما كل شيء عم نطبخه في نشا او في بيض
هي والحراره عم تطلع بتبلش ترخي 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 بس توصل للبيك تبعها ل 80 درجه بتاخذ النشا بتشد النشا لك شو صار معنا فالناس ما لازم ينقذوا باول مرحله الصوص بتكروا انه فصلت او فرطت الصوص بعد بدها دقيقه لبن ما لازم يغلي كثير اول ما يبلش يغلي بنطفيه وبنشيله على جنب لانه بفقس وبيفرط معنا هلا رح مثل ما قلت يمكن نص دقيقه دقيقه نشيلها اوكي الدجاج نفس الوقت رح نشيله خلينا طما يطلع اوفر كوكت بضل عندنا برزنتيشن شو نشتي والتيستينج ليك شو حلوين معزوم على الغدا عنا ليك شو مخدومين قياسهم شو حلو خارج اذا بدك صحن يعني مش كيف اني مش قرين ولون الاصفر طبعا اوكي زعل رزق انت كمان كلكم معزومين بس ما في للكل في يلا خلصنا نحن قد ايه بدنا ناخذ على السيخ على الصحن مش على الصحن على الصحن او على الشيش على الشيش بزنس على الاخر القصه صارت ايه شو بدنا نطلع شوي لكن نحن خلصنا يلا نحن رح ناخذ سوا بريك مشاهدينا نرجع لكم بتيستي خلصنا نحن صباح النور بعد جاد شو هيك تمام بعدي عم بسأل كيف بضل عندك ليك هي روسات اليوم روسات معروفة بس نحن إذا بدك صرنا زمان ما اشتغلنا ب بألايف هيك راسب يعني كنا عم نشتغل أشياء أكثر نحن عم بنزيد التوش تبعنا عليها بس اليوم أخذنا روسات كلاسيك وطبقناها مثل ما هي خلينا ندوق هيدي تيكا دجاج اللي هي رسات هندية وهيدا هي كل القصة بالتيكا هي المارينيشن تبع الدجاج هلا دوقي شوف إذا بدك مفعول اللبن بالنقع كيف بيطر البرودوي لأنه في أسيد في وزدنا كلها كلها البهارات لعليا يا نادين تقبلنا تترك الشغل دوقوها لحالها رح أرجع أزيد لكم جايب مانجو تشاتني انا وصوص كمان عامل صوص سخنه باللبن نفس البرودوي تبع انا رح دوق وحده بلا صوص ايه هذا اللي كنت عم بقوله افضل دوقيها بلا نقعه ونرجع بنزيد على كل وحده انديان على الاخر النكهه شوفي قد ايه فيها طعمات مش طيب اكل الهند كثير طيب هلا رح دوق مع صوص دوق اللبن سوبر طيبة وبرجع بقول مثل ما عم نحكي انا وستيفاني انه فيها تكون هنا عدنا لنهار احد عنا باربيكيو مش ضروري نروح فيها كثير هندية ايه. على الاخر بهالصوصات كانوا عم نعمل طوق تبعنا النقعة عادية طيبة كثير خفيفة فيها اكيد هيك نكهة صغيرة بس مش انه كثير هلا هون هي الروسات الاصلية حرة 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 نحن حطينا شيء بسيط برجع بقول اللي عباله يقوي الحر روعة اللي مع لبن طيبة كثير سويت بس بتغير لها شوية طعمتها صح هون الكمون عاطي كثير طيبة دانش كثير هاي روسات اليوم صدقني ألف صحة ونشوفكم نحن جمعة الجاي جمعة الجاي على رأي أكيد أنا كمان برجع بشوفكم جمعة الجاي مشاهدينا ما تنسوا البسمة على وجهكم باي باي